نرجع تاني للجزء بتاع الدياليزيت سيركت. الدياليزيت سيركت زي ما كنا بنتكلم، احنا في عندنا الهيتر، يعني ناخد المايه بتاعتنا اللي هي المعقمه، بيبقى فيه هيتر. دي ايريشن، دي ايريشن بيسكلي بيبقى في عندي، بس مجرد انا بحطها في تشامبر كده بيبقى في عندي هنا نيجاتيف بريشر، اوتوماتيك حتى لو سبتها كده ال 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 البابلز الموجوده هنا في الجزء بتاع الووتر هيبقى افضل لها انها تكون هنا، اوكي، لان هيبقى هنا البريشر اللي عليها هيبقى ايه، هيبقى اقل. فمعنى كده ان هي في الاخر البابلز اللي موجوده هنا هتتجمع وتطلع من هنا على طول. بعد كده بدخلها على بروبورشنال بامب، بتبقى واخده من تو كونسنتريتس مش واحد بس، بيبقى فيها عندي اتنين هنا، وادخلها بعد كده على كوندكتيفيتي بروب عشان اتاكد انها مظبوطه، ودي طبعا بتتحكم في البروبورشنال بامب، وبقيس التمبرتشر بتاعتها قبل ما ابتدي ادخلها بعد كده على ايه، على الدياليزر. بيبقى في عندي هنا حاجه بسميها الباي باس فالف، لغايه لما انا اظبط الجزء دوت، لغايه لما ده طبعا في الاول بيحصل برايمنج. برايمنج معناه انا قبل ما ادخل الميه ويبتدي الكونسنتريشن ده يبقى ستابلايز، يبقى الكونسنتريشن بتاع الدياليزيت ستيبل والتمبرشر تبقى ستيبل، بتاخد شويه وقت. فما ينفعش في الوقت ده ادخل الميه اللي هي ممكن تكون سخنه قوي او بارده قوي او الكونسنتريشن بتاعها غلط او حاجه زي كده، ما ينفعش ادخلها على الجزء بتاع الدياليزر. فبعمل لها باي باس بحيث انها باي باس الايه، الجزء بتاع الدياليزر ده، وادخلها بعد كده على الدرين على طول مباشره. فالباي باس فالف ده بقدر فيه برضو كسيفتي للمكنه، ان انا بتحكم ان الحاجه اللي موجوده هنا اللي هي الدياليزيت اللي ممكن ما يكونش مناسب، اقدر ان انا اعمل له باي باسنج للجزء بتاع ايه، الدياليزر اللي هو بيبقى ان كونتاكت مع البلاد. طبعا لو انا بعمل ديس انفكشن او يعني ستيرلايزيشن او الحاجات دي كلها، بمشي برضو الايجنت بتاعي اللي انا بستعمله بمشيه في الباي باس فالف، مش بمشيه طبعا في الجزء ده. اوكي طيب، بعد كده بيبقى في عندي فلو ميتر، اللي هو الفلو ميتر الاولاني اتكلمنا عليه. بيبقى في فلو ميتر بعد كده زي ما اتفقنا، في عندنا اتنين فلو ميترز، وبيسكلي احنا يعني لازم يكون عندنا برضو بلاد ليك ديتكشن عشان الدياليزر او الدياليزيت اللي جاي من الدياليزر. لو لقيت هنا في بلاد ليك بقى لازم اعمل باي باس على طول واوقف السيركت بتاعت الايه، بتاعت البلاد. بقيس هنا البريشر بتاعي برضه عشان ابقى عارف البريشر عامل ازاي، وبعد كده في نفس الوقت ببقى عندي بعد كده اللي هي الالترا فلتريشن بامب اللي انا بشد بيها بقى الايه، الدياليزيت في السيركت بتاع الدياليزيت، وبشد بيها الميه من الايه، من البلاد عشان اعمل الترا فلتريشن. بالنسبه للدياليزيت سيركت بقى اللي هي السيركت الثانيه اللي هي ناحيه الشمال اللي احنا كنا شفناها في البلوك دياجرام، هي البرنسبل فانكشنز بتاعتها هي ان احنا تو بريبير دياليزيت فروم كونسنتريت اند ووتر، احنا نكون الدياليزيت اللي هو له نفس الكونسنتريشن بتاع بتاع الايونز بتاعتنا زي الدم وزي الجسم بالظبط، و تو ديليفر تو ذا دياليزر ات ذا بريسكرايب تمبرتشر اللي هي 37 درجه او حوالي من 35 37، اوكي، و بيسكلي كنترول الفلويد ريموفر فروم ذا بيشنت، يعني برضو الطريقه اللي هي بتشتغل بيها بتحدد لي انا بشيل قد ايه ميه من البيشنت. اوكي دي هتكلم عليها بتفاصيل اكتر شويه. Basically, the dialysate is prepared by the addition of electrolyte concentrate to the warmed and the aerated water. عندنا two separate concentrates بيبقوا موجودين عندنا. زي ما كنت بقول بيبقى في عندنا bicarbonate concentrate وبيبقى في عندنا acid concentrate. Okay? فبيسكلي زي ما كنت بقول ان دي فيها مجموعة حاجات ودي فيها مجموعة حاجات. Okay? بيبقى فيها sodium bicarbonate وبيبقى فيها يعني sodium chloride وفيها حاجات كثيرة تانية. Okay? نفس الكلام هنا برضو. اوكي فالكونسنتريت الموجوده دي لو انا عملت لها ميكسينج بطريقه معينه بنسبه معينه بقدر ان انا احصل في الاخر على الايه، على الدياليزيت اللي هو بالبروبر كونسنتريشن المناسب بالنسبه ان انا احطه ان كونتاكت مع البلاد.